الحملة الانتخابية انتخابات المجلس المحلية 24 ديسمبر 2023. صباح الخير سيدتي اللي تعرفنا بروحك تعرفنا ببرنامجك الانتخابي، عندك 3 دقائق كما المترشح اللي قبلك، تفضل. صباح الخير وصباح لكل المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا راضية بجاوي كحلاوي أترشح كعضو عمادة عن عمادة رادس مليان، العدد متاعي عدد 1، تابعة معتمدة رادس وولاية بن عروس. أعمل بالمؤسسة الصحية العمومية منذ أكثر كقابلة منذ أكثر من 30 سنة، واليوم إيمانا مني بأهمية دور المجالس المحلية اللي تمثل أقل نقطة جغرافية، يعني أي أن تونس ممثلة في كل حومة بالانتخابات، باش يكون عندها مفعول مباشر مع كل مواطني كل الأحياء. الناس توا على حسب التجربة متاعي اللي وقت اللي عملت توي كدورة اللي ما يفرقوش بين المجالس البلدية والمجالس المحلية، حبيت نقول لهم اللي المجالس البلدية مش مجالس بلدية، هذه مش انتخابات مجالس بلدية، هذه باش يقع تنظيم انتخابات مجالس البلدية فيما بعد، أما احنا توا اسمها انتخابات مجالس محلية، هي موجودة من قبل أما كانت ما عندهاش حتى دور وكانت مهمشة، أما المرة هذه واللي أول مرة في تونس في تاريخ تونس يقع انتخابها ويكون عندها دور هام كأعضاء منتخبين في كل حومة، هام جدا هذا، فيكون باش نكونوا صوت لكل معناتها الأحياء من أقل نقطة باش نمثلوا صوت الأحياء هذية، يكون دورنا في العمل الانتخابات المحلية هذه هي باش ينبثق عندها انتخابات مجالس جهوية، مجالس إقليمية، ومجلس الوطني الكبير اللي باش يكون الغرفة الثانية متاع البرلمان. الكلنا سنعمل على إرساء سياسة تنموية نوعية تعمل على ضمان العدالة بين الجهات خاصة، وبناء اقتصاد وطني أيضا متطور يحقق لتونس سيادتها، سيادة الشعب وأمنها الغذائي. وفي هذا الإطار أتوجه إلى كل متساكني رادس مليان بهدف مساندتي لأمثلهم في المجلس المحلي حتى أكون صوتهم الصادع لتبليغ مطالبهم وتحقيق متطلباتهم. سيكون دورنا النظر في كل المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، ويكون مساهمة في البرامج كل البرامج المتعلقة. هذا الحوار في إطار الحملة الانتخابية انتخابات المجلس المحلية 24 ديسمبر 2023.